بنحل آخر سؤال. Terminate the truth value of the following. بعدين give a reason. سبب ليش النهاية true or false. مثل ما نشوف أول شيء قال لي for all x exist in y such x plus y equal 1 for x and y element z. z اللي هو شنو integer. خلنا نشوف من الكتاب يحدد لنا أنواعهم. مثل ما تشوفون n natural number, z مثل ما تشوفون هني integer. integer بيكون من سالب لا نهاية تقريبا إلى موجب لا نهاية. أوكي فهاي الأرقام هم الانتجر. إذا خلينا plus فوقه فبس بياخذ الموجب. زين بعدين عندنا rational number اللي هم أعداد نسبية اللي نقدر نخليهم على الكسر. تمام. بعدين عندنا الأكبر شيء اللي هو real number اللي هو يحتوي على الأعداد كلهم اللي موجودين هني. خل أراويكم شلون. مثل ما تشوفون تحت real number عندنا rational و unrational. unrational بيكون الأرقام اللي ما نقدر نخليهم على الكسر، نفس الباي، نفس جذر 2 وهكذا. إذن ف راشنال بيكون يحتوي على كل هالأرقام. في صورة ثانية أتوقع توضح الفكرة إنه شنو كل واحدة من ذلين تحتوي على أرقام أزيد من الثانية. يعني كل واحدة صايرة في مجموعة الثانية. الناتشرال صايرة في مجموعة الانتجر، والانتجر والناتشرال صايرة في الراشنال وكذي يعني. أوكي فبهالطريقة صارت الأرقام. فإحنا نحتاج نعرف كل مرة شنو أي نوع قاعد نتعامل وياه، سواء كان انتجر ريل اللي هو. أوكي نرجع حق السؤال. السؤال هني قال لي انتجر. أوكي والأعداد تحتوي على انتجر. وشنو قال لي؟ قال لي for all x existence of y. أوكي إذا x زائد y يساوي 1. نشوف متى يحقق هالشرط. علشان نقدر نحقق هالشرط بنسوي عملية جبرة بسيطة. نروح حق الإكويجن عشان يكون واضح لنا ونشوف. إذا غيرنا المعادلة، إحنا أوردي عندنا x plus y equal 1. إذا حولناها إلى معادلة، شلون بنقدر نحولها إلى معادلة؟ بنروح بنقسم الـ x في الصوبين علشان بس نخلي الـ y يكون موجود، وبنشوف هل بيشتغل ويانا حق كل الـ x أو لا. فإذا قلنا له x plus y equal 1 وقسمنا أو نقصنا الـ x في كل صوب منهم، قلنا x minus أوكي وهني x minus. فالاختصار شنو بيكون؟ ال x بيكنسل ال x فبس بيكون عندنا y. تمام. وال x اللي ذاك الصوب ما وياها x فبتضل، فبصير y equal 1 minus x. فأعطانا معادلة في حال انه بيكون عندنا اي قيمة، او خلينا نقول اي قيمة من x ننقصها من الواحد تعطينا ال y. زين يمكن مو كل الوايات، بعضهم لأنه قال لي سم، فمعناته أن المعادلة صحيحة. أوكي أن المعادلة صحيحة نسبة حق أو الفرضية صحيحة. تمام. فبنكتب true. ثبت ان عندنا بعض هاي، ونقدر اذا احنا شاكين نحط قيم، مثلا واحد ناقص خلينا نقول صفر مثلا، وخلينا نقول اثنين بيعطيني قيمة الواحد زين حق الواي. واذا خليناه في المعادلة اوريدي قلنا لها اكس
اللي هي كم كانت. خلينا نشوف، خلينا اثنين. اذا مثلا خلينا واحد هني ناقص اثنين بتصير ماينس وان، واذا خليناها في المعادلة زين مثل ما نشوف قلنا له y equal، او خلنا ما نقولها كذي، نقول y plus x يساوي واحد، وخلنا نعوضهم نقول ال y كم؟ minus one plus two. الإجابة شنو بتكون؟ بتكون واحد، فالفرضية صحيحة. أزين خلنا نروح حق السؤال اللي عقبه. قال لي all of x comma y element of real number، خلنا نتأكد اللي هو real. فمثل ما تشوف real number r معناته real number، و plus r positive real number، تمام؟ لازم يكون من positive r number، وشنو كل ال x وكل ال y. إذن فإذا نروح الحين نطالع، سوري على الخربطة اللي صايرة، شكلها إذا نقلنا من PDF و إلى وورد ساعات يصير عندنا نوع الخربطة، ف بس أتوقع واضح اللي هو شنو؟ جذر X يساوي Y، تمام؟ فجذر X يساوي Y، فخلنا نشوف نجرب هل كل جذر X يساوي Y؟ الإجابة خلنا نشوف، نحاول نحط قيمة ونشيك هل ممكن ان اي رقم نعطي الواي والاكس بيكونوا نفس الشيء. مثلا خلينا نقول جذر 3، خلي في كويجن، اذا قلنا الاكس تساوي 3 والواي تساوي 1، فالحين نحاول نطبق المعادلة، فبنقول له جذر، هنا عندنا جذر، أتوقع إذا ما عندنا أكو، عندنا جذر هني، تمام؟ إذا قلنا له جذر 3، هل جذر 3 يساوي 1؟ طبعا خطأ، فما يصير حق كل X هالعملية صحيحة، فبتكون false لأن ليش ما تساوي. فبنخلي الحين مرة ثانية نفس العملية، أو خلنا نغير اللي يساوي إلى not equal، أكو عندنا إياها not equal، لأن الجذر 3 مو إجابتها ما تساوي 1. فإذا نبغي نتأكد بعد أزيد، حتى إذا خليناها في الكالكوليتر ما نشوف 3 جذر 3 تساوي 1.7 ما تساوي 1، اوكي؟ فهالفرضية خطأ، فبنقول له شنو؟ بنقول له false. وآخر شيء عندنا هني قال لي existence of x يحتوي على integer و all y، زين بعد تكون من ارقام الانتجر، فاذا قلنا x plus y تساوي 1، فهني ال x sum بعض الارقام حق ال x زائد y، ولكن ال y لازم كل الارقام تساوي 1. فاحنا عندنا مثلا 0 زائد 1 تساوي 1، ولكن اذا قلنا مثلا 1، او خلينا نخليها 0، 0 زائد 2 هل تساوي 1؟ لا طبعا، فهاي الفرضية بعد false. ومثل ما نشوف اذا قلنا له اذا قلنا الاكس تساوي 0 والواي تساوي 1، او لا مو 1، 2، لان نبي الخطأ، شنو بيصير؟ بيصير عندنا 0 زائد 2
تساوي او نوت ما تساوي واحد تساوي اثنين، فهني مرة ثانية لا تساوي، فالفرضية خطأ، فهني نقول شنو فولس، لأن أثبتنا أنها ما تساوي. هاي هو نسبة حق هالأسئلة، إن شاء الله قدرت أوضح لكم الفكرة، نشوفكم على خير.